عملنا تمام يعني، وخدنا قرار استاذ محمد كان 57 56 قالوا ندخل، و44 قالوا لا. وانا لما افصح عن رايي انا كنت بتمنى ان جميع العملاء يقولوا لا، لكن كان رايي الشخصي اللي انا عملته في الانتخابات واللي ما قلتوش حد ابدا ان لازم الوفد يدخل الانتخابات، واللي انا صوتت بيه كده كل اللي حواليا كانوا بيدعوا عدم دخول الانتخابات، لدرجه الاهرام والجاري كلها انصار البدوي يحرضون الجمعيه العموميه على رفض دخول الانتخابات. وخدنا قرار دخول الانتخابات، وده كان قرار بيدل على ان الجمعيه العموميه واعيه ويقظه. لولا دخولنا الانتخابات ولولا قرار انسحابنا من الانتخابات كان النظام استمر.